جوي لطائرات جد خفيفة شهده فضاء تبرور بإصفاقس الأحد ضمن تظاهرة عرس سماء إصفاقس تحت إشراف الجامعة التونسية للرياضات الجوية والأنشطة التابعة لها بالاشتراك مع نادي طيران الجنوب بإصفاقس. ويأتي هذا العرض في إطار رالي الطائرات الخفيفة الذي تنظمه الجامعة بـ12 ولاية من بينها إصفاقس، والهدف الأساسي منها هو تعريف بتونس، خاصة وأن عددا من البلدان الأوروبية مشاركة في هذا الرالي. الرالي هذا هو الثالث من نوعه، متكون من 18 طيارة من جنسيات مختلفة فرنسية وبلجيكية وسويسرية. دونك كانت الانطلاقة اللي هما دخل فما 12 طيارة دخلوا عن طريق تبرقة أونفول، وفما 6 طيارات جاوا بالبابور، وكانت الانطلاقة من زغوان بالتحديد من مدينة الزريبة. انطلقنا من الزريبة مشينا ديريكت لتوزر، قعدنا في توزر نهارين، من توزر تعدينا لدوز قعدنا نهار في دوز، من بعد تعدينا لجرزيس، جرزيس قعدنا 3 أيام وعملنا احتفال كبير برشا غادي أهلي جرزيس وعندهم تظاهرة جوية محترمة برشا. ومن دوز كنا نورمالمون نمشيو لقابس، نظرا لحرارة الطقس ما قدرناش نمشيو لقابس، جينا لصفاقس ومن صفاقس نكملوا إن شاء الله التورني متاعنا في زغوان. هما الرالي هذيا دونك هما اكثريتهم ديزاماتور كما قلت لك من جهات مختلفه، يجيو باش يكتشفوا المناطق الخلابه نتاع بلادنا، وباش يجيو اكثريتهم باش يحوسوا يشوفوا. وفما نحن نعملوا لهم دي في اليوم ماشي من صفاقس يتجهوا ديريكت لزغوان، مشي تعداو على الجم خاطر مدينه جميله جدا باش يكتشفوا مدينه الجم. وممكن فما شكون يحب يقرب شويه للقروان باش يشوفوا المعالم التاريخيه في القروان، وبعد يتجهوا لمدينه الزريبه بزغوان. الدورة هذه يعني هي عبارة على دورة ترفيهية خصوصا للعباد وللعائلات اللي جات باش تكتشف الطائرات ذات الحجم الخفيف وتقرب منها، ويعني وتكون دورة ترفيهية خصوصا نهار الأحد، وخصوصا احنا جهتنا صفاقس تفتقر لحوايج كيما هكا. احنا جاو 17 طياره 18 طياره 12 طياره جاو بالجو و6 طيارات جاو بالباخره. تلمينا الناس كل في زغوان، عملنا قفصه، عملنا توزر، عملنا دوز، عملنا زرزيس، كنا تو في عرس زرزيس، وهنا تو في صفاقس. صفاقس العاصمه الثانيه وزي ما تاخذ بيها هذا 90% معناها امور سياحيه، على خاطر كي نمشيو لتوزر نمشيو لستار وورز، نمشيو للشبيكه، نمشيو لتمغزه، ونمشيو للنفطه للباسان غاديكا، معناها ياخذوا فكره حتى على تونس شنو هو الجنوب التونسي شنو هو، معناها من الشمال من تبرقه نبداو هابطين حتى وصلنا لزرزيس، وتوا عاملين شمال رتور، معناها امور سياحيه وبالنسبه حتى امور اقتصاديه، معناها هذوما المشاركين راهم يدفعوا بالدوفيز، وهذيك معناها يمشي ديريكتومون للدوله.